بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله يا جماعة النهاردة بنحاول نتكلم عن برنامج وتطبيق بصراحة رائع، اكثر من رائع. هو تطبيق اسمه تسميع. انا حاليا دلوقتي بستعرض معاكم الاوبشن اللي فيه. هو بيمكنك انك تقرأ او تصحح قراءتك للقرآن او تصحح تسميعك للقرآن بشكل اوتوماتيك وجميل جدا في الحقيقة. يعني أنا بدأت أستخدم التطبيق دوت مع أولادي كمان، وأنا بستخدمه شخصيا، وفي الحقيقة إن هو برنامج أكثر من رائع، وإن دل فإنما يدل على إن إحنا فعلا بس مش ممكن نبقى مستخدمين للتكنولوجي، لكن إحنا ممكن نطوعها ونبدأ نستفيد بيها بما يتوافق مع يعني ثقافتنا أو هويتنا أو الأشياء اللي إحنا ممكن فعلا نخلي التكنولوجيا تخدمنا فيها بشكل يعني رائع. طيب دلوقتي انا بستعرض معاكم زي ما انتم شايفين على الشاشة دلوقتي، دي الاوبشن الخاصة بيه. هنستعرض اوبشن تسميع بالذكاء الاصطناعي، وهو هنا خاصية تلاوة المستخدم للصفحة. يعني انا ممكن دلوقتي ابدأ اقرأ الصفحة والتطبيق هيبدأ يسمع صوتي ويظهر لي اخطاء اللغة اللي انا اخطأتها. يعني مثلا انا هضغط كده عليها، هيبدأ هو يظهر لي مثلا سورة البقرة اهوت. هضغط على علامة الميكروفون ديت وهبدأ زي ما اشوف بيقول لي ابدأ التلاوة الان، هبدأ اقرأ وهو هيبدأ يصحح لي القراءة بتاعتي. تمام. ممكن الاوبشن التاني اللي هو تسميع مع المساعدة، خاصية تلاوة المستخدم للصفحة التي يحفظها امام الجهاز واختبار الحفظ من قبل التطبيق. يعني انا حافظ لكن انا عايز اسمع على شيخ او على حد، ويبدأ الشخص دوت ان هو يصحح لي الاخطاء اللي انا هقع فيها. فهنشوف كده الخاصية التاني، الاوبشن التاني اهو. مثلا انا هختار علامة الميكروفون اهوت، طبعا بختار الصورة من هنا اهو كده، اختار الصورة واروح لها. فانا دلوقتي واقف على الجزئية ديت، فهضغط على الميكروفون هيبدأ يخفي لي الصورة زي ما انتم شايفين، صورة الاخلاص، ويبدأ ان هو معلش هو خرج من الاوبشن اللي احنا كنا فيه، نرجع له تاني. زي ما احنا شايفين دلوقتي هيبدأ اهو بيقول لي ابدأ التلاوة، ابدأ التلاوة، وهيبدأ يخفي لي الصورة زي ما قلت لحضراتكم، وهبدا اسجل صوتي واشوف ايه طبعا هو الاوبشن مش عايز يتم لان انا بسجل بسكرين شوت، لكن طبعا لما تحمل البرنامج هيشتغل معاك مفيش مشكله. طيب تسميع حوسبة الانترنت، هنا خاصيه تلاوه المستخدم الصفحه التي يحفظها امام الجهاز واختبار الحفظ من قبل التطبيق. يعني برضو نفس الاوبشن اللي فوق، لكن انا ممكن اسمع صوتي كمان. يعني هنا في الاوبشن ده زياده عليه ان انا هسمع صوتي واشوف الاخطاء بتاعتي. نفس الشيء هضغط على المايك هيبدا يقول لي ابدا تلاوه، وابدا اقرا واشوف صوتي هيبقى عامل ازاي والاخطاء اللي عندي عامله ازاي. هنا التشابه اللفظي، هو هنا بيقول لي مثلا انت هتضغط دلوقتي على الصوره اللي انت تقراها، لو انا ضغطت على كلمه او على رقم ايه هيجيب لي المتشابهات بتاعتها. يعني مثلا هضغط على رقم 6 في الصوره هنا، او لازم اشغل طبعا الزرار الاول تشغيل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا ممكن اوقف واضغط على الكلمة ديت او على الآية اهو. شوف انا ضغطت هنا على كلمة الصراط المستقيم فطلع لي 2 من النتائج. لو ضغطت على النتائج دي بيقول لي الكلمات دي وردت في الآيات في سورة كذا آية كذا زي ما احنا شايفين دلوقتي. لو هضغط مثلا على كلمة آية الضالين مثلا هقول له تم، هروح هنا مثلا اضغط على كلمة ولا الضالين اهو بيقول لي ظهرت في كام آية، عدد النتائج 3. لو ضغطت كده عليهم اهو شايف بيقول لي عدد النتائج كمان غير المغضوب عليهم، عليهم كلمة عليهم هنا وردت قد ايه. تمام. وهكذا بيجيب لي الكلمة اللي انا وقفت عليها ديت او ضغطت عليها وردت في قد ايه من الآيات. طب خاصية الحفظ، الحفظ دلوقتي انا هفتح، هنشوف دلوقتي يا جماعة. طبعا الحفظ ده ليه اعدادات، انا هضغط هنا اهو هيقول لي انت بتحفظ سورة كل اعوذ برب الفلق. شوف هنا هو هيردد لي الاية كم مرة، كل ما اضغط هيردد رقم 2. قل اعوذ برب الفلق، ممكن يطلع لي تفسير. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق،
شوف انا كل ما اضغط كده، دي اخر مرة هيقولها لي، قل لان انا ظابط أعوذ الاعدادات على خمس برب مرات. الفلق هيبدأ يخش اول ما اضغط الضغطة اللي بعدها، يخش على الاي اللي بعدها. من شر ما خلق. انا ظابط الاعدادات على خمس مرات، فكل آية هيقولها لي خمس مرات، بحيث انا ابدأ احفظ واردد الاية دي لغاية لما، لو انا شايف ان خمس مرات كفاية اوكي، لو شايف اكتر من كده هزود لغاية لما ابدأ اردد الاية اكتر من مرة، وبالتالي كده انا بحفظ اليه الآية. شوف هنا هنكمل. شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق دي آخر مرة هيردد فيها، وبعدين من يخش على شر الآية رقم ما ثلاثة. خلق هنشوف كده. بدأت بيقول لي أنت احفظ وقول الآيات خمس مرات، وبعدين بيخش على الآية الثالثة، بيقول لي كرر الآيتين اللي أنا قريتهم الأول، وبعدين بيدخلني على الآية الثالثة أبدأ أسمع فيها، أبدأ أردد معاه. طبعا ملاحظين ان انا في الضغطة التانية بيظهر لي ايه المعنى. هو هنا بيقلب عربي على طول. تمام. فدلوقتي ادي المصحف كمان، خاصية القراءة من المصحف مع تفسير. يعني انا ممكن اقف كده اهو هقرا معاه. هقرأ أنا معاه، لو أنا مثلا في سور مش بعرف أقرأها أو ابني مش بيعرف ملك يقرأ، أشغله الخاصية ديت يقرأ الناس مع المصحف. طبعا أولادنا ما شاء الله قاعدين على التابلت ليل ونهار، وجيمز وبابجي وكده. لا، أنا التطبيق ده شايف إن هو ممكن نبدأ نشغلهم عليه، ويبدأ الطالب أو الأولاد يبدأوا يعني يستغلوا وقتهم ويشتغلوا على حفظ القرآن. طبعا في اوبشن تاني ممكن تشوفوها زي اقرأ واوقات الصلاة واتجاه القبلة. اعتقد ان شاء الله الفيديو دوت هيساعدنا ان احنا نبدأ نستخدم البرنامج. انا ان شاء الله بطلب منكم بس تشير الفيديو وتشير الرابط بتاع التطبيق مع الفيديو، عشان الناس تبدأ تشوف الفيديو البرنامج بيشتغل ازاي، وتبدأ تقدر تحمل كمان من الرابط البرنامج ويبدأ يستخدموه. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا.